في مستجدات قضية الاعتداء على الأطفال في كولن، يقوم المسؤولون بتفتيش شقة المشتبه به مرة أخرى، حيث قالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام اليوم الأربعاء: نحن نبحث عن مزيد من الأدلة، وتم تحديد 3 أيام على الأقل لتنفيذ الإجراء الذي بدأ منذ أمس الثلاثاء في منطقة سولشتوك، لذلك لا يمكنها حتى الآن قول أي شيء عن النتائج المحتملة. ويذكر أن الجاني البالغ من العمر 33 عاما محتجز منذ بداية يونيو للاشتباه في ارتكابه اعتداءات جنسية خطيرة على أطفال، ووفقا لمذكرة التوقيف فقد أساء إلى 4 أطفال على الأقل، لكن المحققين يفترضون عددا أكبر، حيث كان يجد ضحاياه من خلال عرض مجالسة الأطفال على الإنترنت، وكان قد عمل أيضا كمقدم رعاية بدوام جزئي في 3 مراكز للرعاية النهارية في كولن.